وسط سلسلة جبال بني يزنسن الكلسية الدولومية الحاضنة لصخور شيستية وجرانيتية بين أشجار الصنوبر والبلوط والعرعر، تجثم تافوغالت كأنها جلست تستريح من تعب السنين. قرية جميلة هادئة تحتل موقعا استراتيجيا في ممر جبلي يمتد لنحو 10 كيلومترات. رغم كونها تبدو ساكنة هادئة، إلا أن كل شبر من أرضها يحكي قصة مثيرة، ويروي كل جزء من جبالها أحداثا كثيرة. بلدة تحضن أطلالا تنم عن ماض تليد، وتضم آثارا تكشف عن تاريخ مجيد. عيونها المتدفقة الفياضة تروي الأشجار لتثمر، وتسيل سخية تسقي الأعشاب لتزهر. جنة تزقزق بها وتشد العصافير، وترتع فيها الوعول والخنازير. مكان عطر جذاب يدعو للتأمل والاستشفاف، ويحث على الدراسة والنبش والاكتشاف. نتتبع فيه السواقي ونستنطق الصخور، علها تبوح لنا ببعض أسرار الدهور.